وصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة كفر مودة بريف حماه. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة كفر مودة بريف حماه الشمالي والدخان يتصاعد. 19/2015. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة كفر مودة بريف حماه الشمالي. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة كفر مودة بريف حماه الشمالي والدخان يتصاعد. 19/2015. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء.